طيب، من الحاجات طبعا اللي ملحوظة إلى حد بعيد، وخصوصا برضو نتكلم في السيدات، أول ما تبتدي تحسي إن أنت عندك خمول، شعرك بيقع، تقولي أنا مش مبسوطة، أنا حاسة كده إن أنا نفسيتي مش متظبطة، أول حاجة بيقولها لك كل اللي حواليك يروح اعملي تحليل فيتامين دي. بالتأكيد كل الفيتامينز مهمة وموجودة في حياتنا بشكل كبير جدا، في حاجات بتقوي جهاز المناعة طبعا، فيتامين سي من الحاجات المهمة، في حاجات بتدعم النمو، في حاجات بتخليكي أكثر نشاطا، لكن في بعض المشاكل زي ما قلنا كده اللي مرتبطة بشكل كبير جدا بالخمول، مرتبطة ان انت دايما تبقى حاسس ان انت مش قادر تتحرك، وان انت عندك إلى حد ما، يعني مش عايزة أقولك اكتئاب، لكن قلق، ما في تقلب كبير في المزاج. ففيتامين دي من الحاجات المهمة جدا، وخصوصا واحنا في فصل او داخلين بقى على الشتاء، اللي هو الناس ما بتنزلش، ما بنشوفش الشمس الى حد بعيد، بتبقى اقل التعرض، وفي كبار السن ما بيتعرضوش بشكل كبير جدا للشمس. طب ايه اعراض نقص فيتامين دي؟ ايه الحاجات اللي تخليني اروح للدكتور واعرف ان انا عندي الموضوع ده، اعالجه ازاي؟ الحاجات دي كلها هنحاول نتعرف على الاجابات. معانا على التليفون دكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا المناعة والتغذية الحيوية. صباح الخير يا دكتور، أهلا بيكي. اهلا اهلا، صباح الفل. الأول عشان نبقى عارفين إيه أعراض نقص فيتامين دي، وإمتى أخد قرار إن أنا لازم أروح لدكتور أحلل علشان أنا مش متظبط أو فيتامين دي عندي مش مظبوط. تعالي نقول إن إحنا بس قبل ما نكتب الأعراض إن إحنا نحلل بصفة مستمرة، سواء بناخد فيتامين دي أو إحنا بنطمن على نفسنا في التحليل، فنحاول كل فترة كده نعمل تحليل دوري لفيتامين دي، على أساس إن نقص فيتامين دي أعراضه بتتشابه مع حاجات تانية كتير قوي، فمش بتقدري تحطي بس كله، يعني إن هو بس التارجت بتاعك إن هو نقص فيتامين دي. حقيقي حقيقي. طيب في سقوط الشعر طبعا، في الإحساس بالإعياء الكامل والإرهاق على طول، تحسي إنتي مرهقة، تحسي إن دور البرد بيطول مع حضرتك أكتر أكتر، وبعدين بيخفف تيجي على مرات قريبه قوي من بعض، لان هو طبعا انت عارفه عمود من اعمده المناعه، فيتامين دي مهم جدا جدا لينا. كذلك تحسي ان ممكن تلاقي ان الناس مثلا بتمشي على نظام غذائي وما بتخسش، لا، عشان التمثيل الغذائي مش مظبوط بتاع فيتامين دي. بتلاقي الام في العظم طبعا، بتلاقي احيانا لا قدر الله تبتدي تحصل الكسور، كسور متكررة نتيجة للهشاشة في العظم. كل دي حاجات ممكن للأسف الشديد تحصل نتيجة لنقص فيتامين دي وتقدم المراحل بنقص فيتامين دي. طب هل فعلا نقص فيتامين دي له علاقة بالصحة النفسية والعقلية للبني آدم؟ طبعا طبعا، المود بيتغير خالص. أنا عايزة أقول لحضرتك فعلا حالات اكتئاب بتبقى موجودة وريكورد نتيجه نقص فيتامين دي. يمكن اقدر اقول لحضرتك نقدر نحطه كمان يعني من اهم الاسباب او اهم الاعراض لنقص فيتامين دي، الاكتئاب. وبيبقى انت مش عارفه حصل اكتئاب ازاي او حصل ايه، لما بتبتدي تاخدي التابلت بتاعتك او تتعرضي يعني للشمس اصلا. بيوصل، هقول ممكن لحضرتك فعلا يوصل لدرجة الاكتئاب ولا بيبقى فيه يعني تقلب في المزاج؟ لا، اكتئاب اكتئاب، اكتئاب. بس طبعا مش اكتئاب يعني طبعا احنا يعني من اكتئاب درجات، وممكن يوصل معاكي لدرجات مش كويسه، لكن في بدايه الاكتئاب تحسي. اصل هقول لحضرتك حاجه، لو فكرنا كده، لو قلنا معلومه لطيفه قوي ان فيتامين دي مرتبط بوجود الشمس، طبعا وشوفي بقى حضرتك لما بتتعرضي للشمس بيأكتيفيت الفيتامين دي، فانت بتحسي حيويه ونشاط. اذا هتلاقي العكس تماما، لو انا مش بتعرض للشمس وكمكمة بيتي مثلا، او انا يعني ما بحاولش، هتلاقي نفسك مش مفيش السعادة، مفيش السيروتونين. طب هل ان انا اخده في شكل مكملات غذائية ده بيعوض عدم التعرض للشمس، ولا لازم اعمل الاتنين مع بعض؟ والله والله حضرتك دي مكمل، يبقى لازم تحللي كل فترة عشان تتأكدي ان ما حصلش توكسيسيتي. علشان الزيادة. طب بالظبط، وده سؤال برضو مهم، لان في ناس مثلا انا رحت حللت وطلع عندي نقص، وابتدي استخدم المكملات الغذائية او الادوية اللي هي بتمدني بفيتامين دي لفترات كبيرة، فبيزيد بعد كده عن المعدل الطبيعي. في حالة الزيادة ايه اختاره؟ هو الفكرة في ان هو انت ممكن تحصل لك يعني الكبد بتاعك هيبتدي تحسي ان يعني حاجة احنا بنسميها التسمم الكبدي للفيتامين دي. هو في احنا عارفين ان في مجموعة من الفيتامين، في
في فات سولبل وفي ووتر سولبل. المجموعه من الفيتامين اللي بتدوب في الدهون، الدهون محتاجه في الماء. اه بالظبط، محتاجه ان احنا تبقى متابعه بالدكتور، محتاجه ان احنا لازم يكون ناقص عندنا عشان ناخده. اللي منهم فيتامين دي اللي هي بتدوب في الدهون، دي وفيتامين اي وفيتامين اي واي. اه بالظبط، ايوه بالظبط كده. وفيتامين كي. فده للاسف الشديد احنا عايزين ان احنا يعني نتابع دايما لو بتاخدي مكمل غذائي، لو بتتعرضي للشمس مفيش مشكله، بس هو مع الاسف الشديد انت عشان تتعرضي كل يوم بصفه دوريه للشمس ممكن تقدري تعمليها او ما تقدريش. لكن احنا في مصر هنا الحمد لله غير الدول الاوروبيه او الكلام ده ممكن نتعرض للشمس ونعمل فيتامين دي زي الفل وسعاده من وجودنا في ضوء الشمس. طب ما الانسان الطبيعي محتاج قد ايه تقريبا من فيتامين، كم مللي جرام؟ هو بصي حضرتك المفروض بتاخدي 5000 وحده يوميا. 5000 مش 2000. بس بصي انا هقول لحضرتك حاجه، انا ما اقدرش اقول كده يعني بصفه دائمه لانه لازم يعمل يحلل من وقت للتاني. لكن اللي هو الطبيعي اللي هو المفروض ان انا اخده بشكل طبيعي بنتكلم من 5000 ولا 2000؟ لان 5000 اعتقد ان هو ممكن يكون عالي شويه. لا ما هو على حسب انت واسع حضرتك عندك واطي او مش واطي، هي الفكره في كده. اوكي، شكرا دكتوره نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعه والتغذيه الحيويه. بالتاكيد كل حاجه بتزيد عن حدها بتقلب ضدها، خد مكملات الغذائيه، لكن لازم زي ما الدكتور لسه كانت بتتكلم معانا ان في بعض الفيتامين بيبقى الجسم بيتخلص منها بصعوبه، لها طرق معينه لازم تتاخد باستشاره الطبيب. وهو عامه اي حاجه يا ريت ناخدها لازم ناخدها باستشاره الطبيب.